النهارده عدينا منا شلبي. منا شلبي؟ ايه يا عم خبط كده ليه؟ سارق منا حاجه ولا ايه؟ اصل انا بستطيبها قوي منا شلبي دي. بحبها، بحس انها طيبه وجدعه. فعلا والله. بنت فعلا طيبه، فله. انا مش عارف البنت دي ما اتجوزتش ليه لحد دلوقتي. عندها كوميتمنت فيه. ايه؟ يعني ايه ده؟ انت يا ابني ما عدتش على اعلان. دماغك فاضيه خالص فراغ. جوه الدماغ دي ايه؟ هوا؟ كوميتمنت فيه. يعني تيجي قبل الجواز وتجري. بقول لك ايه، ما تيجي نتجوزها. منى ملهاش في الجو ده، ما تحبش التقليدي وبشكل ده بتاعت حب وكده. انا هجوزها يا عم والنبي، بلاش انت ابعد بقى، انت حرام عليك بقى، ارحم بقى يا عم. انا يعني بقول لك هجوزها مش انت مش هتجوزها. اه ايه رايك اشوف لها عريس؟ زي مين بقى؟ ممكن محمد الجرحي. اتسجن قضية تحرش. طيب ممكن عادل ابو ليلى معاه في نفس القضيه. عادل تحرش بس برضه. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه بس يا عم؟ العالم ايه؟ مؤنس من خالتك؟ ايوه. لا يا عم ده ضايع، ده بعتوه ده. لا يا عم لا ما تصدرلوش. مؤنس عايز تتجوز منه شلبي؟ المؤنس ماله؟ مؤنس مؤنس جدع، مؤنس كسيب، مؤنس راجل بجد. مؤنس دماغه رايحه منه. ايوه ماشي، بس ده هو راجل بجد، وبعدين لم يسبق له الجواز، خلي بالك يعني مش مستعمل. فانا شايف ان انا هظبطها لك. وبعدين ابن ناس، ابن ناس جدا. ابن ناس ازاي يا احمد؟ ده ابن خالتك. ابن ناس يا ابن خالتك يا عيب. ابن خالتك بقى يعني؟ ده احنا انت بتتكلم فينا احنا. بص بعت له رساله قول له مبروك هنجوزك منا شلبي. مش عارف. متاكد احمد ان الواد يلا مش هيعرنا يا عم؟ يلا بس يلا امسك. طلع التليفون هات.